بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الحادي عشر. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا قد روى سعيد والدارقطني عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: أقرأ بفاتحة الكتاب؟ فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وإسناده كلهم ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الأقوال في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام، قد توسع في هذا وأورد ما في هذا الموضوع من الأدلة واستوفى البحث كعادته رحمه الله، فإنه لا يترك موضوعا حتى يستوفي ما فيه، وهذا أولا من سعة علمه، وثانيا من إنصافه رحمه الله. فهذا الأثر الذي سأل عمر: أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ قال: نعم. قال: وإن جهر؟ قال: وإن جهر. قال: وإن كنت أنت، يعني الإمام، قال: وإن كنت أنا. فاستدلوا به على وجوب القراءة خلف الإمام على المأموم، ولكن ليس فيه دلالة، إنما يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، ولا تعارض به الأدلة من القرآن والسنة التي تدل على وجوب الإنصات والاستماع لقراءة الإمام، ولكن يقرأ بها في سكتات إمامه وفي الصلاة السرية حيث لا محذور. نعم. وعن عباية ابن رداد قال: كنا مع عمر بن الخطاب في موكبه فقال: لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كنت خلف إمام أو كان بين يدي إمام؟ قال: اقرأ في نفسك. نعم. وهذا يفسر الرواية الأولى عن عمر أنه أمر السائل بقراءة الفاتحة خلف الإمام، وأن المراد أنه يقرأ بها في نفسه بحيث لا يكون له صوت يشوش على الإمام وعلى من بجانبه. نعم. لأن من أصحابنا من يوجبه، وقد أومأ أحمد إلى ذلك. لأن من الحنابلة، من أصحابنا يعني الحنابلة، من يوجب قراءة الفاتحة على المأموم، وقد أومأ إليه أحمد في رواية، فالمسألة محتملة. نعم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم به، وتركه مكروه بخلاف القراءة، فإنهم لم يختلفوا أن القراءة عليه لا تجب، لكن يكره تركها. نعم.
القراءة لا تجب على المأموم، ولكن يكره له تركها، أن يقرأها على صفة لا تشوش على الإمام ولا على المأموم، يقرأ بها في نفسه وبصوت خافت. وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم، لأن القراءة يحصل مقصودها بالاستماع بخلاف الاستفتاح، ولأن نعم هذه مسألة الاستفتاح، فالعلماء نصوا على أنه يستفتح فيما يجهر فيه إمامه، بينما اختلفوا هل يقرأ الفاتحة فيما يجهر فيه إمامه، فهذا يدل على الفرق بين الاستفتاح وبين الفاتحة. الاستفتاح لأن الإمام لا يتحمله عن المأموم، وأما الفاتحة فالإمام يتحملها عن المأموم، تكفي قراءة الإمام. أما الاستفتاح فلا يكفي استفتاح الإمام عن المأموم، هذا الفرق بينهما. نعم، ولأن القراءة يتعدى حكمها إلى المأموم فيضمنها عنه الإمام وجوبا واستحبابا بخلاف الاستفتاح، فإن الإمام لا يضمنه، لا يضمن الاستفتاح للمأموم. نعم، وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام لأنه من توابعها. نعم، استفتاح يأتي به المأموم وإن كان الإمام يجهر، لأنه لا يضمنه الإمام ولا يتحمله عنه، كما أن المأموم يأتي بتكبيرة الإحرام وإن كان الإمام يجهر. إذا جاء الإمام يقرأ يجهر بالقراءة فإنه يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام، لأنها ركن من أركان الصلاة ولا يتحملها الإمام عنه. نعم، وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام لأنه من توابعها، ومثل اشتغال الداخل إلى المسجد والإمام يخطب عن الاستماع بركعتي التحية. نعم، من دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، مع أن الإمام يخطب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل والإمام والرسول يخطب فجلس، فقال له قم فصلي ركعتين، فهذا مثل الاستفتاح، لا يؤثر على لا يتعارض مع الاستماع للخطبة، كذلك لا يتعارض الاستفتاح مع الاستماع للإمام. نعم، ولعلة الاستفتاح للمصلي أوكد من التحية للداخل، لأن ولعلة الاستفتاح للمصلي علة. نعم، ما هو واضح الكلام، ربما يكون ولعله، ولعله الاستفتاح للداخل أوكد. نعم، ولعل الاستفتاح للمصلي أوكد من التحية للداخل. نعم، أوكد من التحية إذا كان الداخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام يخطب، فالاستفتاح أولى أن لا يتركه المأموم وإن كان الإمام يجهر بالقراءة. نعم، لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة وإلى المسجد، فلا يعد الاشتغال به إعراضا عن الاستماع والإنصات. نعم، لأن هذا الاستفتاح للدخول في الصلاة، وتحية المسجد حال الخطبة لأجل دخول المسجد، وهذا أمر لا يقوم أو لا يتحمله الإمام عن المأموم. نعم،
وقد تقدم حديث عبد الله ابن أبي أوفى الذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، حتى رفع القوم رؤوسهم وقالوا: من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أبواب السماء فتحت لها فما تناهن شيء دون العرش. نعم، الرسول لم ينكر عليه أنه زاد على تكبيرة الإحرام بهذه الأذكار، بل إن الرسول بشره بأن هذه رفعت إلى السماء، هذه الأذكار رفعت إلى السماء، رفعته الملائكة إلى الله عز وجل، فدل على أن التكبير وإن كان الإمام يصلي لا يؤثر، لأنه من الاستفتاح، لأنه من الاستفتاح. نعم. وكذلك الرجل الذي انتهى إلى الصف وقد انتهز أو حفزه النفس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: من صاحب الكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: أنا يا رسول الله، أسرعت لشيء فجئت وقد انتهزت فقلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ هذا مثل الذي قبله التكبير والتسبيح. الرسول لم ينكر عليه، وإنما أخبر أن هذه الكلمات صار لها فضل عظيم، فهذا يدل على أن مثل هذا لا يعد مخالفة للإنصات للإمام. نعم. فهذان رجلان قد استفتحا في حال جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جهرا بالاستفتاح، ومع هذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكر على الذين كانوا يقرؤون في حال جهله، بل حمد هذا الأمر وذكر ما فيه من الفضل والبركة. هذا دليل على أن الاستفتاح يأتي به المأموم وإن كان الإمام يجهر في القراءة، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين وما قالاه وعند دخولهما في الصلاة، أثنى على هذا. هذا دليل على الفرق بين الاستفتاح وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يقرأ خلف إمامه، وأثنى على من يستفتح خلف إمامه. نعم. فصل: ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة. نعم، الذي ينبغي للمأموم أن يقرأ في سكتات إمامه، لا يقرأ والإمام يقرأ، بل يقرأ في سكتات إمامه، ولو تفرقت الفاتحة لا بأس بذلك. نعم. ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة، وإن قرأ بعضها في هذه السكتة وبعضها في سكتة أخرى فلا بأس، يعني ولو تفرقت، يقرأها في السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام، ويقرأ وإذا لم تكمل أكملها في السكتة التي قبل الركوع، كما سبق أن للإمام سكتتين، واحدة بعد تكبيرة الإحرام والثانية حينما ينتهي من القراءة ويريد الركوع، إنه يسكت ليرجع إليه نفسه، فالمأموم يقرأها اغتناما لأجرها وخروجا من الخلاف، ولأن هذا ليس فيه محذور
في سكتات الإمام ليس فيه محذور. نعم. وإن لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع نفسه ليكمل قراءة الفاتحة. عند انقطاع نفس الإمام لا بد أن يسكت للنفس، فيقرأ ما بقي عليه من الفاتحة. نعم. فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه فيكره، لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس قبله. يعني ما يفرق الآية الواحدة، ما يفرق الآية الواحدة بين سكتات الإمام، وإنما يفرق الآيات بين سكتات الإمام، لأن قراءة كلمة من الآية أو بعض الآية لا يجوز، لا بد من إكمال الآية. نعم. فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه فيكره، لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة. نعم. فلا يقال من قرأ كلمة من الآية إنه قرأ القرآن أو قرأ شيئا من القرآن، ما يكون شيء إلا آية فأكثر، آية فأكثر. وأما الكلمة لا تعد قرآنا وحدها. نعم. لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس قبله أو بعده شيء يضم إليه، بخلاف الفاتحة إذا فرقها. نعم، يضم الآيات بعضها إلى بعض ولا يضم الكلمات بعضها إلى بعض، يقطع الآية ويضم تقاطيعها بعضها إلى بعض حتى تكمل الآية، لا يجوز. نعم. ولأن قراءة الفاتحة أوكد بكل حال، لأنها من القراءة المفروضة عليه، وإنما تحملها عنه الإمام. هو لا بد من قراءة الفاتحة، لكن خلف الإمام يتحملها الإمام عن المأمومين، فيصدق عليه أنه قرأت الفاتحة، قرأها إمامهم وهم يستمعون إليها وأمنوا بعدها، فكأنهم قرأوها شاركوا فيها. نعم. ويقرأه في كل سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها وآخرها، يعني يتتبع سكتات الإمام. نعم. سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو ارتياح أو غير ذلك. أي نعم، سكتات الإمام لأي سبب يقرأ فيها المأموم ما أمكنه من الآيات، من آيات الفاتحة، ولا ينظر إلى سبب السكوت. نعم. نعم. قال ابن أبي موسى: إذا الحنابلة، ابن أبي موسى إمام مشهور من أئمة الحنابلة. نعم. قال ابن أبي موسى: إذا أسر القراءة أو كان له سكتات يمكن القراءة فيها، فالمستحب هاهنا للمأموم أن يقرأ. نعم، إذا أسر القراءة قرأ في نفسه أو قرأ قراءة تسمع لكن في سكتات الإمام فلا بأس بذلك، بل هذا مستحب، ومن العلماء من يوجبه. نعم. ويستحب للإمام أن يسكت على ما جاءت به السنة، أن يسكت السكتات التي جاءت بها السنة، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة بعد فراغه من القراءة وإرادته للركوع، هاتان السكتتان ثبتتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فروى الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. نعم. فذكر ذلك لعمران بن حصين فأنكره، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فقال: صدق سمرة.
نعم سمرة يعني الحسن البصري روى عن سمرة، روى عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، سكتة بعد بعد تكبيرة الإحرام وسكتة قبل الركوع، فأنكرها من أنكرها عدم بلوغ الحديث إليه، فكتبوا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فأثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم له سكتتان، وصدق من قال بذلك فثبتت السكتتان، وأما من نفاهما فلم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث بغير حديث الحسن عن سمرة، لأن سماع الحسن عن سمرة مختلف فيه، هل سمع منه أو لا، يكون الحديث مرسلا، ولكن جاءت أحاديث غير رواية الحسن عن سمرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان. نعم. فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فقال صدق سمرة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود سكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه تكون ثالثة لو ثبتت. نعم. وروى الترمذي وابن ماجه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. نعم. ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. هذه الثالثة. نعم. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. هذا شيء معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت على رأسه كل آية، ولا الضالين هذا رأس آية يسكت عنده ليرجع إليه نفسه. نعم. فأما السكتة الأولى فهي سكتة الاستفتاح. نعم. بعد تكبيرة الإحرام. نعم. فأما السكتة الأولى فهي سكتة الاستفتاح، وهي سكوت عن الجهر والاستماع لا عن أصل الذكر والكلام. يستفتح فيها، ما هو يسكت ولا يقول شيء، بل يأتي بدعاء الاستفتاح. نعم. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. نعم. الرسول سئل عن سكوته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة ماذا يقول فيه، ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يقول فيه دعاء الاستفتاح، ومنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. نعم. ولهذا قال سكتة إذا كبر حتى يقرأ. نعم. فبين أنه أراد السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح، وهو محل الافتتاح لا سكوت محض. نعم. السكوت المحض ما يقول شيء ما هو مشروع في الصلاة، إنما يشغله بالذكر بالاستفتاح، والمأموم يشغله بقراءة الفاتحة أو ما تيسر له منها. نعم. وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأولى، فأما في الثانية فلا. نعم. السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام إنما تكون في الركعة الأولى، وأما في الثانية فليس فيها سكتة قبل الفاتحة. نعم. فأما في الثانية فلا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد. نعم. لله. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ولا يسكت، يقرأ الفاتحة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم.
نعم، ولم يسكت بين قيامه وقراءته للفاتحة، بل يقرأها مباشرة. نعم. وأما السكتة الثانية فقال الإمام أحمد: إذا كبر الإمام فليسكت سكتتين، سكتة أو سكتة إذا كبر وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع. نعم. مثل حديث سمرة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال أيضا: يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. نعم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان عند افتتاح الصلاة وإذا فرغ من القراءة، وذكر أن الصحيح في حديث سمرة أن السكتة الثانية عند الركوع. نعم. وكذا رواه عن الحسن الأكثرون، منهم حميد الطويل ويونس وأشعث وقتادة، وقتادة في أول مرة ثم رواه على السكوت بعد الفاتحة. نعم. وهذه السكتة عند انقضاء القراءة سكتة يسيرة ليرجع إليه نفسه فيستريح، وليفصل بين القراءة والتكبير ولئلا يحصل شيء من القراءة في الركوع أو شيء من التكبير في القيام. نعم. وهذا قول ابن أبي موسى. نعم. فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة، هذه الثالثة اللي فيها الكلام. نعم. فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا، لأن السنة إنما جاءت بسكتتين فلا يشرع لكن يسكت ليرجع إليه نفسه. قرأ الفاتحة لا بد أن يسكت لأجل أن يرجع إليه نفسه. نعم. فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا، لأن السنة إنما جاءت بسكتتين فلا يشرع ثالثة، ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا لحاجة ولا حاجة إلى السكوت هنا، ولأنه فصل بين السورة والتي تليها فلم يشرع، كما لا يشرع السكوت بين السورة لمن يقرأ بسورة في قيامه اللهم إلا أن يحتاج إلى السكوت، يعني للنفس، يحتاج إلى السكوت للنفس اللهم إلا أن يحتاج إلى السكوت، مثل أن يريد أن يقرأ سورة فيبسمل قبل قراءتها، يعني يبسمل سرا قبل قراءتها، ويكون هذا السكوت لأجل قراءة البسملة. نعم. أو يسكت ليتفكر فيما يريد أن يقرأ، أو إذا قرأ الفاتحة يفكر بماذا يقرأ، وهذا يجري على كثير من الناس، هم يقرؤون الفاتحة دون أن يفكروا بما بعدها، إنما يفكرون به بعدما يقرؤون الفاتحة، وهذا لا حرج فيه. نعم. أو يسكت ليتفكر فيما يريد أن يقرأ وشبه ذلك، إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه، وكذلك إذا انغلقت عليه القراءة يسكت حتى يفتح عليه. نعم. إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه، وإذا فرغ من سورة وشرع، إذا ارتج عليه يعني انغلقت عليه القراءة. نعم. إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه وإذا فرغ من سورة وشرع في أخرى. كذلك يسكت بين السورتين إذا كان يقرأ عدة سور بعد الفاتحة. نعم. وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت، عنه أي عن الإمام أحمد. نعم. وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة. نعم. لأنه قال: يقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام. نعم. قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى. نعم. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. يقول الإمام أحمد: إذا قرأ في سكتات الإمام وفرق الفاتحة في سكتات الإمام أرجو أن لا يكون به بأس.
تصح الفاتحة ولو فرقت. نعم. وقال أيضا إذا كان له سكتات قرأ الحمد، وإذا لم يكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه. نعم. والسكتات إنما تطلق على ثلاث. إنما تطلق على ثلاث. نعم. فمن أصحابنا من استحب هذه السكتة أيضا ليستريح فيها وليقرأ من خلفه الفاتحة. السكتة التي بعد الفاتحة من أصحابنا يعني الحنابلة، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. فمن أصحابنا من استحب هذه السكتة أيضا ليستريح فيها يستريح فيها الإمام بعد قراءته للفاتحة، وليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. نعم. ليستريح فيها وليقرأ من خلفه الفاتحة لئلا ينازعوه فيها. نعم. لأنها في إحدى روايتي حديث سمرة. نعم، لأن هذه السكتة جاءت في إحدى روايتي حديث سمرة. نعم. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام سكتتان. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا من كبار علماء التابعين. نعم. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة في فاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. هذا يدل على أن فيه سكتة بعد ولا الضالين. نعم. وقال عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير بن العوام. نعم. وهذا من الأئمة من المفتين السبعة. نعم. وقال عروة بن الزبير أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. رواه الأثرم. هذا دليل على أن في سكتة بعد قراءة الفاتحة عند أهل العلم من التابعين وغيرهم. نعم. ومنهم من قال لا يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه. ومنهم من قال لا يستحب له أن يسكت. من العلماء من أو من الحنابلة من قال لا يستحب له السكوت بعد الفاتحة لأجل أن يقرأ من خلفه، لأن هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من قال لا يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه، وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه. نعم. ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرأه كالسكتة عند انقضاء القراءة. يبسمل فيها إذا أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، استحب له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا تفتح بها السور. نعم. ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرأه كالسكتة عند انقضاء القراءة، وهو أشبه بكلامه. نعم. وهو أشبه بكلامه لأنه قال يقرأ فيما لا يجهر. أشبه بكلام الإمام أحمد. نعم. لأنه قال يقرأ فيما لا يجهر، وإن الإمام أحمد قال يقرأ فيما لا يجهر فيه إمامه. نعم. وإن أمكنه أن يقرأ قبل الإمام، ولا تعجبني القراءة خلف الإمام فيما يجهر، أحب إلي أن ينصت. نعم. يقول أحمد لا يعجبني أن يقرأ المأموم والإمام يجهر، لأن هذا يخالف قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. فجعل قراءة الفاتحة قبل الإمام، ولو استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة لم يحتج إلى ذلك. نعم. وقال أيضا لا تقرأ فيما يجهر وتقرأ. قال الإمام أحمد يعني. نعم. وقال أيضا لا تقرأ فيما يجهر وتقرأ فيما يسر. نعم. وإن كان للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ. نعم. ولأنه شبه السكوت من الحمد. ولأنه
ولأنه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة، أو شبه ولأنه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة. نعم. وكما تقدم، وتلك سكتة يسيرة لا يقصد، يعني بعد الفاتحة سكتة يسيرة. نعم. وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم، وهذا لأن السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من الأحاديث، فلا وجه لإثباته. هذا السكوت بعد الفاتحة لا يدل عليه شيء من الأحاديث الصحيحة، فلا وجه لإثباته، وإنما هي سكتة خفيفة ليرجع إليه نفسه ويفكر ماذا يقرأ بعد الفاتحة. نعم. ولأنه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة لسن لقراءة السورة، ولسن عند الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة. نعم. ولجاز أن يجهر المأموم بالقراءة فيه. نعم، لأنه لا محذور، حيث أن الإمام ساكت إذا جهر المأموم لا محذور، ولكن هذا لم يرد. نعم. ولأن قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام، لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع، فلو استحببنا السكوت لأجلها كان دورا. نعم. ولأن المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك، والسكوت في الصلاة مكروه في الأصل. ترك المأموم لقراءة الفاتحة ليس فيه خطورة، ليس فيه خطورة، فما دام ما في خطورة فإنه ليس بواجب. نعم، بل هو مستحب. نعم. ولأن المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك، والسكوت في الصلاة مكروه في الأصل، فكيف يلتزم المأموم فعل المكروه ليحصل ما لا كراهة في تركه؟ نعم. ولأن من نازع الإمام القراءة فقد أخطأ السنة، فكيف يترك الإمام السنة احترازا من خطأ المخطئ؟ المهم أن الإمام لا يقصد بسكوته تمكين المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما يسكت لغرض غير هذا، مثل يتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، مثلا لأجل النفس، مثلا لأجل أن يأتي بالبسملة قبل السورة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكتها وأصحابه يقرؤون فيها، لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهل بما تقدم. نعم. فلا يبقى شيء يتوكد به القراءة على المأموم في حال الجهر، وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج إلى السكوت. نعم، القراءة والإمام يجهر لا تجوز إذا شوش على الإمام أو على من بجانبه، إنما يقرأ قراءة ليس فيها تشويش، إما في سكتات الإمام، وإما يقرأها سرا في نفسه حيث لا يظهر له صوت. نعم. وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج إلى السكوت، وإن كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب سكوتها، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في قراءتها في حال جهره، مع أنه كان يسكت لهم سكتة بقدرها، فهذا لا يجوز، ولأن أبا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه، إنما يسكت صلى الله عليه وسلم للاستفتاح. نعم. هم لأجل أن يقرأ المأموم، إنما كان يسكت للاستفتاح. نعم. ولأن أبا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه،
ولو كانت سكتة بعد الفاتحة بقدرها لكانت أكثر من هذه. نعم. ولأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم، وهو ضعيف. وهو ضعيف. إيه نعم. لا تتأكد مع جهر الإمام، لا تتأكد مع جهر الإمام، وإنما تتأكد حيث لا يجهر الإمام بسكوته، في انقطاع نفسه إلى غيره. نعم. ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك، كما قد نص عليه أحمد أن من لو أن الإمام ما سكت بعد تكبيرة الإحرام ولا سكت قبل الركوع لم ينكر عليه ذلك. نعم. ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك، كما قد نص عليه أحمد أن من الأئمة من يسكت ومنهم من لا يسكت، ولم يعب على من يسكت ولو كان ولم يعب على من يسكت. نعم. ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروها لكره ترك السكوت. أي نعم. هذا كله أن الإمام لا يقصد بسكوته أن يقرأ المأموم، وإنما المأموم هو الذي يغتنم هذه الفرصة فيقرأ فيها. نعم. فصل. وتجب قراءة الفاتحة مرتبة. نعم، تجب قراءة الفاتحة مرتبة الآيات، لا ينكسها، فإن نكسها لم تصح. ولو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم لا يجوز هذا، لأن ترتيب الآيات بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الإخلال بترتيب الآيات، وإنما يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة في حروف التشديد إلى آخره. نعم. وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله، فإن الله أنزل السور مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها مرتبة. نعم. وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله، فإن نكسها لم تصح، كالأذان وأولى. كما لو نكس الأذان لم يصح الأذان، ولو قدم الشهادة أن محمد رسول الله على شهادة لا إله إلا الله لم يصح، أو قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة لم يصح الأذان. نعم. فإن نكسها لم تصح، كالأذان وأولى. نعم. وتوالي القراءة. نعم، ومع متوالية، هذا الشرط الثاني، أن يقرأ. الشرط الأول أن يقرأها مرتبة، الشرط الثاني أن يقرأها متوالية بحيث لا يفرق بين الآية والتي قبلها بفصل طويل. نعم. وتوالي القراءة. نعم. فإن قطعها لأمر مشروع مثل تأمينه على قراءة الإمام. نعم. أو سجوده لتلاوته. نعم. أو تنبيه غيره بالتسبيح، أو فتحه على الإمام ونحو ذلك، بنى على قراءته. نعم. يعني شرط التوالي يسقط عند العذر، إذا احتاج إلى الفصل يسقط التوالي في حق المأموم، أما الإمام فلا يفرق بين آيات الفاتحة ويفصل بينها إلا لسعال وشيء عارض ليس له فيه حيلة، لا بأس. نعم. بنى على قراءته كما لو سكت ليستمع. المأموم يجوز أن يفرق قراءة الفاتحة لعذر، وأما الإمام فلا يفرق بينها إلا لشيء غلب عليه مثل العطاس أو السعال. نعم.
بنى على قراءته كما لو سكت ليستمع قراءة الإمام وسواء طال أو قصر. يعني سواء طال فصل المأموم بين آيات الفاتحة أو قصر مأذون له في هذا لأجل الحاجة إلى هذا، بخلاف الإمام فلا يفصل. نعم. وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل أبطلها. إذا كان سكوت المأموم عن موالاة الفاتحة لأمر غير مشروع لم تصح، لأنه ترك شرط التوالي من غير عذر. نعم. وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل أبطلها، سواء كان سكوتا أو ذكرا. أو أتى بأذكار بعد بين الآيات آيات الفاتحة غير مشروعة. نعم. إلا أن يكون لعذر مثل نوم أو غفلة أو انتقال إلى غيرها غلطا، أو انتقال إلى غيرها غلطا. إلى غيرها غلطا. غلطا، الغلط عذر من الأعذار فلا يفوت الموالاة. نعم. وإن لم يطل الفصل لم تبطل إن كان سكوتا، وكذلك إن كان قراءة أو دعاء في أقوى الوجهين. نعم. إذا كان فصل بينهما، يعني المأموم فصل بين آيات الفاتحة لذكر ودعاء مشروع لا بأس. نعم. وإن لم يطل الفصل لم تبطل إن كان سكوتا، وكذلك إن كان قراءة أو دعاء في أقوى الوجهين، لأنه يشترط فيه السكوت اليسير، وفي الأخرى تبطل، قاله القاضي والآمدي. الرواية الأخرى، الرواية الأولى لا بأس، وفي الرواية الثانية حتى ولو كان مشروع لا يجوز الفصل بين آيات الفاتحة بالذكر والدعاء. نعم. وفي الأخرى تبطل، قاله القاضي والآمدي، لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدا، فأشبه ما لو زاد في الصلاة. نعم. وإن نوى قطعها لم تنقطع، وإن سكت معه سكوتا يسيرا ففيه وجهان كالوجهين في الذكر اليسير. نعم. إذا نوى قطع الفاتحة لم تنقطع، له أنه يعود ويكمل، له أنه يعود ويكمل الفاتحة ولا يبطل ما قرأه منها. نعم. وفي الفاتحة 11 تشديدة. هذا الشرط الثالث، أن يقرأها مشددة، لأن المشدد بمثابة حرفين، الحرف المشدد بمثابة حرفين، فإذا ترك التشديد ترك حرفا من الفاتحة. نعم. وفي الفاتحة 11 تشديدة. نعم. وفي البسملة 3 تشديدات. نعم. وفي البسملة 3 تشديدات، في اللام من اسم الله، والرائين من الرحمن الرحيم. نعم. واللام من الحمد لله رب العالمين. لله، لله. نعم. والراء من رب. رب، الحمد لله رب، الباء مشددة. نعم. والراء من الرحمن الرحيم. نعم. والدال من الدين، مالك يوم الدين. لو قال مالك يوم دين ما صحت، لأنه ترك حرفا. نعم. والياءين من إياك وإياك. ولو قال إياك إياك لم تصح، لأنه ترك حرفا، لأن إيا حرفان. نعم. دخل حرف في حرف تشدد. نعم. والصاد من اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، الصراط حرفان، الصاد هنا صادان، ادغمت إحداهما بالأخرى. نعم. واللام من الذين، صراط الذين. لو قال الذين، صراط الذين لم تصح، لأنه ترك حرفا. نعم. والضاد واللام من الضالين. اي نعم، الضالين حرفان، فلو قال ولا ضالين، ضالين، ترك حرفا من الفاتحة، أو ضالي أو ضالين، لين
لم يشدد لين، قال لين لم تصح أيضا. فإن ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند كثير من أصحابنا، لأنه ترك حرفا من الفاتحة. نعم. فإن ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند كثير من أصحابنا كما لو ترك حرفا، لأن نعم عند الحنابلة يعني. نعم. لأن الحرف المشدد حرفان، أولهما ساكن وثانيهما متحرك. نعم. وإنما هما من جنس واحد، وقد يكونا متماثلين من أصلهما كرب والضالين، وقد يكونان في الأصل متقاربين كالرحمن والصراط. وإنما نعم. وقد يكونان في الأصل متقاربين كالرحمن والصراط. نعم. وإنما قلبت لام التعريف من جنس ما بعدها ثم أدغمت فيه. وقد يكتبان في الخط حرفين على الأصل. الذين حرفان أدغم أحدهما في الآخر. نعم. وقد يكون الصراط حرفان أدغم أحدهما في الآخر، أصار حرفا واحدا مشددا. نعم. وقد يكتبان في الخط حرفين على الأصل، وقد يكتبان حرفا واحدا، لأن الخط له طريقة غير طريقة اللفظ. الخط غير اللفظ، قد يفصل المشدد في الخط ولكنه لا يفصل في اللفظ. نعم. وقال القاضي في الجامع وأبو الحسن الآمدي تصح، لأن الشكل هذا خلاف قول الأكثر من الحنابلة، قال هذا العالمان تصح ولو ترك التشديد، ولكن هذا كما يأتي. نعم. وقال القاضي في الجامع وأبو الحسن الآمدي تصح. نعم. لأن الشدة صفة في الحرف، فأشبه الحركة من إياك نعبد. نعم. ولأنه ليس له صورة في الخط فليس بحرف، وهذا يتوجه إن أراد بذلك تليين التشديد، فإن الصلاة تصح معه اتفاقا. وكذلك لو فك الإدغام ونطق بالأصل، مثل أن يقول الرحمن الرحيم بإظهار لام التعريف، لأنه لحن لا يحيل المعنى. لو قال الرحمن فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز فك الإدغام. نعم. فأما إن ترك الشدة بالكلية فإسقاط حرف محقق بلا ريب. نعم. وكونه ليس له صورة في الخط إنما يصح في بعض الحروف المشددة، ثم المعتبر ما كان حرفا في النطق دون الكتابة. الكتابة ما لها تأثير، إنما تأثير في النطق. إذا فك التشديد فقد ترك حرفا في اللفظ لم يلفظ به، معناه أنه ما قرأ الفاتحة كاملة. نعم. ثم المعتبر ما كان حرفا في النطق دون الكتابة، فإن اعتبار الحرف فيه غير مؤثر طردا ولا عكسا. يعني في الكتابة ما يؤثر الأصل أو ترك التشديد في الكتابة. نعم. فإن ألفات الوصل حروف مكتوبة غير منطوقة. نعم. والمدات وبعض الهمزات منطوق غير مكتوب. وقد صرح من قال بهذا الوجه أنه لم يرد به تليين التشديد، بل حذف الشدة بالكلية. نعم. ذكره الآمدي وقال تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة الصلاة معه. نعم. فصل. ويستحب أن يقرأ قراءة يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: لو أحس الإمام بالتشويش أو شعر الإمام بالتشويش من قراءة المأموم خلفه فماذا يصنع؟ وهل يجوز له أن يقوم بالإشارة بيده إلى الخلف ليسكت؟ ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول مضى في صلاته ولم يسأل إلا بعد الفراغ من الصلاة. الإمام يفعل هذا إذا سلم، إنه ينبه على هذا كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المراد فيما قرأنا، هل المراد بالقراءة في السكتات قراءة الفاتحة أم قراءة أي شيء من القرآن؟ لا، كلام على قراءة الفاتحة لأنها متأكدة، فيفرقها في سكتات الإمام تلافيا لتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس، ما مراده رحمه الله بقوله أو نعاس؟ وهل النعاس في الصلاة جائز؟ غصب عليه، ما هو باختياره، ينعس غصب عليه ما هو باختياره، لكنه لا يؤثر على الصلاة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله بعض الأئمة من قراءة سورة الفاتحة بنفس واحد أو بنفسين، هل يعد هذا مشروعا؟ هذا يصح، لكن الأولى أن يسكت على رؤوس الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على رؤوس الآيات، هذا هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نسي الإمام فجهر بالقراءة في صلاة العصر مثلا ثم نبه فانتبه، فهل عليه سجود سهو؟ استحب. إذا جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ثم تنبه فإنه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: ما هو القول الراجح في سكتات الإمام المشروعة، هل هي اثنتان أو ثلاث؟ الثابت أنها سكتتان بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، والثانية عندما يفرغ من قراءة السورة بعد الفاتحة ويريد الركوع يسكت قبل الركوع ولا يصل التكبير بالقراءة. نعم. فضيلة أما الثالثة مختلف فيها كما سمعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام قرأ في الصلاة فقرأ آية طويلة وأخطأ فيها ولم يوجد من يصحح له. إمام قرأ في الصلاة في آية طويلة وأخطأ فيها ولم يوجد من يصحح له، فقام بالركوع دون أن يكمل الآية، هل فعله هذا جائز؟ إن كان من الفاتحة فلا تصح صلاته، أما إن كان من غيرها تصح الصلاة، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة ليست واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقرأ المأموم الاستفتاح والإمام في الركعة الثانية؟ في أول صلاته. نعم، إذا جاء والإمام في أثناء الصلاة دخل كبر للإحرام يأتي بالاستفتاح، لأنه أول صلاته، ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته، وما يأتي به بعده فهو آخر صلاته، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام أن يسكت ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا عند قراءته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ هذا في النافلة، ورد في النافلة، أما في الفريضة ألم يرد أنه يدعو عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب ويصلي على النبي؟ هذا ما ورد في الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد
ولم أصلي بعد تحية المسجد وجلست فترة، فهل أقوم لأصليها أم لا؟ إذا كنت ناسيا فقم، وأما إذا كنت متعمدا للجلوس ثم بدالك أن تأتي بها فات محلها لا تقوم. نعم، وهي ليست واجبة أصلا، هي سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تبطل، لأن الرجل الذي جاء وجلس والرسول يخطب قال له قم فصلي، قام بعد الجلوس، إذا تركها ناسيا ناسيا لها وتذكر يقوم ويأتي بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة من لم يشد أو تركها جاهلا ونبه عليها يقوم ويأتي بها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة من لم يشدد في الحروف المشددة من الفاتحة؟ نعم تبطل، لأنه ما قرأها كاملة، ترك منها حرفا أو حروفا مشددة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو ترك آية من الفاتحة ناسيا فهل صلاته صحيحة؟ لا، الركن لا يسقط بالنسيان، لا يسقط بالنسيان، فيأتي بركعة، إذا ترك منها آية تبطل الركعة التي ترك منها ويأتي بركعة بعدها، تقوم الثانية مقامها، تقوم الثانية مقامها ويبني على هذا ويكمل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يؤخذ ويستفاد من حديث عبد الله، وإذا ما تنبه وما نبه إلا بعد ما سلم فيقوم ويأتي بركعة كاملة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستفاد من حديث عبد الله بن أبي أوفى مشروعية الابتداع في الدين فيما كان ثابتا في أصل الشرع كما يقول به البعض ويسميه البدعة الإضافية؟ ما يجوز الابتداع في الدين، لا بدعة أصلية ولا بدعة إضافية، ما يجوز الابتداع في الدين. البدعة الإضافية أن يكون الشيء مشروعا في الأصل ثم تأتي وتزيد عليه، تزيد عليه، مثلا صيام التطوع المطلق، الصيام المطلق أنت تقيده في أيام معينة هذا بدعة، تصومه مطلقا متى ما تيسر لك، وأما أنك تقيده بأيام معينة من لم يقيده الشارع بها هذه بدعة إضافية ولا تجوز. التسبيح والتكبير مشروع، كونك تجعل له وقت معين من غير دليل أو تجعل عدد معين من غير دليل هذا بدعة إضافية. ابن مسعود رضي الله عنه دخل على قوم في المسجد وقد جمعوا حصى، وفي واحد يقول سبحوا 100 كبروا 100 قولوا، فأنكر عليهم غاية الإنكار رضي الله عنه، أنكر عليهم قال هذا بدعة ولا يجوز. فهذا إذا كان الإضافة من عنده ما الهصل لا يجوز، هذا لا يجوز أن نقيد ما أطلقه الشرع أو نطلق ما قيده الشرع، بل نتبع الشرع في هذا. نعم. والبدع لا تجوز مطلق ولا أحد يحسنها أو يصوب بعضها. نعم. كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما أصلي منفردا أحيانا وعندما أركع أشك في أنني لم أقرأ الفاتحة، فهل أعتد بهذه الركعة أم أن هذا الشك في محله؟ إن كان هذا متكرر معك أو وسواس اتركه، أما إذا كان ما عندك وسواس فهذا ما تخرج من الركن إلا بيقين، فتأتي بالفاتحة ثم وتأتي بما بعدها
وتكمل صلاتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسمع بعض الناس عندما يقرأ في سورة الفاتحة في الصلاة وعندما يصل إلى قوله سبحانه ولا الضالين ينطق حرف الضاد، ويكون مخرج الحرف قريبا من حرف الدال، والبعض يخرج الحرف فيتكون الضاد كحرف الضاء، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ التشدد في هذا لا داعي له. الناس يقرؤون والحمد لله يشددون الحروف التشديد على حسب استطاعتهم وقراءتهم، فالتشدد في هذا يشدد الضاد حتى تصبح طاء ولا الطالين، هذا من التشدد والتنطع، هذا لا يجوز، لا يجوز التشدد في القراءة والمدود والغنة، ما يجوز التشدد في هذا، بل ربما يزيد حروف في تشدده هذا ليست من القرآن. فالتوسط في هذا هو الاعتدال وهو الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في مسجدنا أقام شخص في صلاة الفجر وحذف ونسي حي على الصلاة حي على الفلاح. في مسجدنا أقام شخص لصلاة أقام للصلاة يعني نعم أقام شخص لصلاة الفجر فحذف حي على الصلاة حي على الفلاح سهوا منه، فأمرت الإمام بأن يعيد الإقامة فأعادها، هل ما أمرتهم به صحيح؟ نعم، إذا كان الوقت قريب طيب تنبه عليه ويعيد الإقامة كما هي. أما إذا أنه مضى الوقت وصلى، الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 الأوائل من شهر ذي الحجة؟ نعم، ورد في حديث أم سلمة، والحديث مذكور في المنتقى، منتقى الأخبار الذي معكم، النبي صام 9 ذي الحجة ويستحب صيامها. وأيضا: ما من أيام العمل أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يدخل فيه الصيام من باب أولى، الصيام من الأعمال الصالحة. نعم. فالذين ينكرون صيام العشر هؤلاء غالطون، وهم يلتمسون للناس العيوب ويلتمسون للناس الأغلاط، وإن كانوا هم المخطئين فلا يجوز هذا، تشكيك الناس في أمور العبادات والفضائل لا يجوز تشكيك الناس إلا بدليل على أن هذا بدعة وأن هذا غير مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أذبح الأضحية وأجمع معها نية العقيقة؟ وفيه فتوى صدرت من اللجنة الدائمة بمشروعية صيام 10 ذي الحجة بناء على هذا الحديث على عهد الشيخ بن باز رحمه الله، ووقع هذه الفتوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أذبح الأضحية وأجمع معها نية العقيقة؟ لا، العقيقة عقيقة والأضحية أضحية، فالعقيقة لها وقت غير وقت الأضحية، والأضحية لها وقت غير وقت العقيقة، وهذه لشيء وهذه لشيء، فتقيم كل سنة على حدة إذا كنت تريد الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كم أقل مدة زمنية تكون بين عمرة التمتع وبين الإحرام بالحج؟ فلو عملت عمرة يوم التروية ثم تحللت منها ثم أحرمت بالحج مباشرة، هل يجوز ذلك؟ نعم، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، إنك إذا تحللت من العمرة تحرم بالحج مباشرة، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا سافرت من الرياض ناو للعمرة
وأخذت جولة ببعض المدن وانتهيت إلى جدة فقمت بالإحرام من جدة، فما الحكم في ذلك؟ إذا مشيت من بلدك تريد العمرة فإنك تحرم من الميقات الذي في طريقك الذي تمر عليه، ولا تذهب إلى جدة أو إلى مكة وأنت غير محرم، لا تتجاوز الميقات وأنت تريد نسكا إلا وتحرم به. بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الصلاة في الفنادق التي حول البيت الحرام خلف الإمام جماعة؟ إذا تصلت الصفوف ضاق المسجد وضاق أيضا الساحات ضاقت وتواصلت الصفوف إلى ما الفندق الذي أنتم فيه فلا بأس، أما إذا كان فيه فراغ بينكم وبين الصفوف فلا تجوز الصلاة هنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد أن يحج متمتعا، نعم، لكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه إلى بلده الرياض، نعم، فهل تمتعه صحيح؟ إذا من أراد أن يحج متمتعا ولكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه إلى بلده الرياض، فهل تمتعه صحيح؟ انقطع تمتعه إذا رجع إلى بلده بين الحج والعمرة، انقطع تمتعه. فإذا كان يريد التمتع يحرم بعمرة ثانية، يحرم بعمرة ثانية ويؤديها ثم يحرم بالحج. نعم. أما أنه يبني على العمرة التي سافر بعدها إلى بلده فهذا غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الإنابة في الحج للشخص الذي ليس به بأس وهو حج فرض؟ لا، ما يجوز الإنابة في الحج الفرض إلا لمن يعجز عن مباشرته لمرض مزمن لا يرجى زواله أو لكبر وهرم فيوكل حينئذ لأداء الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم المبيت ليالي منى في العزيزية أو في الشرائع وهناك متسع في مزدلفة؟ الذي يريد إكمال حجه ويريد الأجر والثواب إذا لم يحصل له مبيت في منى يبيت بطرف الحجاج خارج منى، مثل إذا ضاق المسجد وصلوا خارج المسجد تصلي معهم، هذا مثله، فتكون في طرف الحجاج ولا تروح الشقة بالعزيزية ولا بالعوالي ولا أن جاي ينتحج، ما جيت تترفه، فخلك مع الناس مع الحجاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجب على البنت أن تنفق على والديها إن كانت موسرة؟ هل يجب على البنت أن تنفق على والديها إن كانت موسرة؟ نعم، يجب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن ينفق على والديه إذا احتاج إلى النفقة. نعم. وكذلك حفظك الله تقول: وإذا كانت هذه البنت موسرة وزوجها معسر ووالديها معسران، فمن تقدم في النفقة، الزوج أم الوالدان؟ تقدم الوالدين، تقدم الوالدين، لأن حقهما واجب عليها، البر بهما، والزوج تساعده بما تيسر تساعده. أما أنه يجب عليها أن تنفق على الزوج، لا، ما يجب عليها إلا من باب الإحسان والمعروف. نعم. وتقول حفظك الله في آخر سؤالها: هل يجوز لزوجها أن يمنعها من الإنفاق على والديها وأن يهددها بالطلاق إذا أنفقت؟ ما يجوز له يحجر عليها في مالها، مالها لها تصرف فيه، ما يجوز له يمنعها من مالها، ملكها، هذا ملكها، فلا يحجر عليها فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للعمال الذين يعملون لدي؟ إذا كانوا فقراء وأنت ما تقصد بذلك
ترغبهم يشغلون عندك، إنما تقصد بذلك وجه الله والإحسان إلى الفقراء فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أحج عن شخص ميت، وأولياء هذا الميت سيعطونني مبلغا من المال، هل يجوز لي أن أخذه؟ إذا كان قصدك المال لا، لا تحج، مالك حج. أما إذا كان قصدك الحج وتأخذ المال لتستعين به على الحج فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مغسل للأموات، جاءته جنازة فقال أهل الميت: لا يغسل ميتنا إلا رجل يكون على وضوء، فهل ورد في السنة أن المغسل لا بد أن يكون على وضوء؟ لا أعرف شيء من هذا، إنما الخلاف إذا غسل الميت هل ينتقض وضوءه؟ إذا غسل الميت وهو على وضوء هل ينتقض وضوء المغسل أو لا؟ هذا محل خلاف. نعم. فضيلة الشيخ، إلا إذا مس عورته مباشرة، إذا مس عورته مباشرة انتقض وضوءه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النعاس اليسير أثناء الصلاة يكون مبطلا لها؟ لا، ما حد يسلم من النعاس، يغلب على الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا رجل متزوج وأسكن مع والد زوجتي، فهل يجب علي أضحية خاصة؟ هل يجب علي أضحية خاصة؟ الوجوب ما يتجب الأضحية، الأضحية السنة، الأضحية سنة فيها خير، فإذا ذبحتها عنك وعن أهل البيت الذي تسكن فيه فهذا شيء طيب. نعم. انتهى يا شيخ.